يقول السائل: ما حكم تأجير الفحل من الحيوانات، وما المراد بالنهي عن عسب الفحل؟ عسب الفحل هو ماءه، عسب الفحل ماء الضراب، وهذا منهي عنه، نهى عن كسب عن عسب الفحل، لأن هذا من الأمور التي يجب أن تبذل باب المروءة والإحسان ولا يؤخذ عليها شيء. وأيضا هذا فيه دناءة، أنه يبيع ماء الفحل هذا فيه دناءة وفيه أيضا قلة مروءة. نعم.